هشام سلام، مدير مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية وأستاذ مساعد في كلية العلوم قسم الجيولوجيا جامعة المنصورة. حصلت على الدكتوراه من جامعة أكسفورد سنة 2010 في تخصص الحفريات الفقارية، لأكون أول واحد في العصر الحديث يحصل على الدكتوراه من الخارج في هذا التخصص. أنا رجعت مصر لأن كان حلمي أن أنا أرجع مصر وأنشئ أول مركز في الشرق الأوسط لدراسة الحفريات الفقارية. شغلنا في مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية هو شغل دؤوب، زي ما تقول كده خلية نحل. من أهم اكتشافاتنا كان إن احنا نوثق ديناصور آكل للعشب مكتشف من صحراء مصر الغربية، واللي أطلقنا عليه اسم منصورة سورس أو ديناصور المنصورة. ما كانش سهل ابدا ان احنا نكتشف ديناصور بالشكل دوت، وخصوصا ان كان معظم الفريق اللي استخرج الديناصور من الصحراء كان عباره عن بنات، وحضراتكم عارفين ان البنات في الشرق الاوسط مش من المعتاد ان هي تشتغل في مثل هذا التخصص اللي قد يكون صعب جدا، لكن ابهات البنات دول فخورين جدا باللي هم بيعملوه، بيشيروا اعمالهم دايما على مواقع التواصل الاجتماعي. مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية قبل اكتشاف منصورة سورس حاجة، وبعد اكتشاف منصورة سورس حاجة. احنا عندنا اكتشافات قبل المنصورة سورس، ولكن أهمية المنصورة سورس هي اللي أبرزت مركز جامعة المنصورة وجامعة المنصورة على الساحة العالمية. وطبعا بدأ يبقى في اهتمام من الجهات المحلية في جامعة المنصورة لدعم المركز، وقدرنا من خلال كده عندنا برضو أحد طلابنا نشأ صفحة اسمها الحفرجي، واللي دلوقتي قربت على 100,000 متابع من اللي مشغوفين إن هم يعرفوا عن مصر وعن التراث الطبيعي العالمي. مصر تعتبر من أغنى الدول في التراث الطبيعي للحفريات الفقارية، وعشان كده من الدي وان اللي سافرت فيه أنا عامل حسابي إن ده اللي هيضمن استمرارية المركز في إنتاج أبحاث عالمية ترفع اسم مصر عالميا.